اعزائي مشاهدين، الجريمه اللي هزت يمكن مش هنقول ملاوي بس، لا يمكن هزت الصعيد، ان زوجه في يعني 40 سنه وتتقاتل وتتخنق وتتشوه بهذه الصوره البشعه. احنا هنا في نفس المنطقه تقريبا اللي حصلت فيها الجثه، هيكون معانا سياده المقدم احمد داوود رئيس مباحث، وحاتم بي وجيه معاون المباحث، وفعلا ما كنت غير عادي شرطة ملاوي للقبض على الجاني واللي عمل هذه الجريمه البشعه. احمد بيه رئيس مباحث، اهلا بيك يا فندم، وحاتم بيه اهلا بيكم. من اول ما جالكم البلاغ يا فندم، وهل فعلا المكان ده اللي حصلت فيه الجريمه؟ ده المكان اللي حصل فيه الجريمه بس بالفعل. بس مش هو المكان اللي وجدنا فيه الجثه، لان بدايه الجثه دي جثه مجهوله. ده اول بلاغ ما جالكم؟ اول بلاغ ما جه، ودي كانت الشيء الصعب في القضيه في الاول، ان دي جثه مجهوله. جثه مجهوله في نفس المكان، وكان في مكان بعيد تقريبا كيلو بعيد عن المكان هنا. في طريقة الابراهيميه. تمام. اول ما جالكم في الكيلو في جه البلاغ هناك حوالي كيلو كده، وان في جثه مجهوله في البدايه هي غرقانه، لكن لما رحنا وانتقلنا وشفنا المنظر اتاكدنا ان دي جثه مقتوله. لكن الجريمه بالفعل حدثت، الجريمه حصلت من هنا، يعتبر هنا مسرح الجريمه. طب يا فندم ننتقل لمسرح الجريمه، اتفضل يا حاتم بيه. هي كانت فين يا فندم؟ هي كانت قاعده هنا بالظبط فوق، فوق تحت الشجره، كانت قاعده في ده بيقولوا عليه السبخ. السبخ كانت قاعده فوق السبخ، كقعدتها طبيعيه كل يوم. من تحرياتنا عرفنا الكلام ده. الساعه كام تقريبا؟ تقريبا الساعه 9 ونص كده. 9 ونص صباحا. 9 ونص صباحا. دخل عليها الجاني المتهم. منين بقى؟ من هنا، من فوق، من عند من فوق، من عند فوق هنا. باب الحديد. دخل عليها، لقاها قاعده هنا. بدات المشاجره بينهم. كان هو المفروض جاي يسال على جوزها. اتفضل. كان جاي يسال على جوزها، فقال لها، قالت له ده هي مش هنا. بدات تقول له اطلع بره، غور من هنا. بدا يتشابك معاها، بدا يزقها من فوق السبخ، وقعت من فوق السبخ كده، والدليل على كده فيه هنا الحذاء، الحذاء بتاعها هنا. هنا واحده بس. وفي حذاء هنا تاني تحت، الفرد التاني بقى. الفرد التاني اهي. تمام. وقعت من هنا، بدا يخنقها. كل ده ومحدش خد باله؟ لا، لان المكان زي ما انت حضرتك شايف مكان واطي عن الارض شويه. منخفض عن الارض. منخفض عن الارض. هم فوق. يعني وقعوا مع بعضهم هنا. وقعوا مع بعضهم هنا. بدا هنا يخنقها. وبعد ما خنقها وتاكد ان هي روحها كلها طلعت، بدا يمسك المحش وراح نازل عليها يمين، اللي هو الفلاح بيقول عليه شرشره. وراح نازل عليها يمين ونازل عليها شمال. الشرشره كان جايبها، كان جايبها معاها يا فندم؟ لا، الشرشره دي بتاعتها هي، بتاعتها هي. هو استخدمها في الجريمه، عمل بيها فيها. بس يمين، الخد اليمين في وشها، والخد الشمال. بس ملحوظه، القصه دي حصلت بعد ما خنقها، بعد ما ماتت. بعد ما ماتت شوه الجثه، شوه الجثه، وده انتقام غير طبيعي يعني. وبعد كده يا فندم، وبعد كده راح واخدها جررها المسافه دي كلها لغايه فين؟ لحد الميه. لغايه طريق الابراهيميه. لحد طريق الابراهيميه، مشي المسافه دي كلها جر على الارض. لحد ما نزل معاها هنا في الميه. هنا في الميه هنا. في نفس المكان ده بالظبط. في نفس المكان ده بالظبط. هو حابب يغطسها هنا، لانه هو في اعتقاده ان هي هتغطس، لكن سبحان الله الجثه اذا يعني توفت بره الميه بتفضل فتره عايمه. يعني الواحد لو لا لو لو حد اتوفى ما تغرقش على طول، سبحان الله. لكن لو ما يغرق، ما يغرقش غير اللي هو مات غرقان. غرق ينزل تحت الميه. حد رمته في الميه ما يغرقش. لا، ما يغرقش، يفضل عايم، سبحان الله. ودي كانت جزئيه ربنا كرمنا فيها في القضيه، يعني لحد ما مشيت كيلو، لحد ما كان لقينا الجثه. سياده الرائد حاتم وجيه معه مباحث القسم الملاوي، في شيء غامض، هل معنى تشتمه ان هو يقتلها؟ لا اكيد طبعا، بس يعني هو من الاول هو في مشاكل بينه وبين الست دي. بيجي للراجل هنا كتير، هي ما بتحبش ان هو يجي، مش عايز يجي عنده في الغيط، مش عايز يجي في الغيط. طبعا هي اول ما شافت الصبح هو الراجل ما كانش موجود. هو كان جاي، كان جوزها مش موجود. هي اول ما شافته حصلت المشاده والمشاجره هنا من فوق السبخ، من فوق السبخ، وخدها ونزل. تمام، حصلت المشاده مع بعض، خنقها. وبعد كده ابتدى يضربها بالمحش، خبطه هنا وخبطه هنا، وبعد ما خلص عليها خدها سحبها هنا ونزلها هنا في النيل، في الترعه هنا، وغرقها. يا احمد بيه، دي شهد حق الست دي، يعني عند ربنا دلوقتي، وهو ربنا اللي بيحاسب. بامانه، الروايات اللي اتقالت ان كان في موضوع محاوله اغتصاب كامله، وان هو ده السبب الحقيقي، بامانه، ودي شهاده طبعا ستك، طبعا اكيد من تحرياتك عرفتها. هل فعلا كان في جريمه اغتصاب بالكامل، ان هو انتهز ان الست لوحديها وجوزها مش معاها، والوقت الصبح بدري، وبالتالي ما حدش هيشوف حاجه، وهو مش متزوج، فحاول اغتصابها فعلا، ويحاول يدافع عن نفسها، رفض،
فراح قتلها؟ لا لا ما حصلش الكلام ده. تحرياتنا بتقول ان الست دي كويسه جدا. كويسه جدا كويسه جدا، مفيش اي حاجه من دي خالص. هو في الاول الدافع في يعني اي قضيه بنحلها بالدافع. الدافع ده شيء مهم جدا، لان الطب الشرعي بياخد مسحه من المهبل. ولو في حاجه زي كده بياكدها. ممكن ما هي رفضت، فبالتالي صعب. اصل المنطق بيقول ان كان في موضوع، اولا هي صغيره في السن، جوزها كبير جدا في السن، هو لسه شاب مش متزوج، هي قدامه على طول، فشيء طبيعي ممكن يكون انتهز فرصه ان جوزها مش موجود وحاول يتحرش بيها وهي رفضت. لا لا لا، تحرياتنا اثبتت ان هي ما فيش علاقه بينها وبينه خالص. واثبتت ان هي كويسه، يعني ما فيش لها كويسه، ما تعملش حاجه زي كده. لا لا لا، ما كانش هو ده الغرض خالص. ولا هو مش في دماغه حاجه زي كده. هو مش في دماغه حاجه زي كده. لا 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 لا، مش في دماغه حاجه زي كده ابدا. بس من ضمن الاقاويل اللي اتقالت واللي يمكن الصحف تناولتها برضو، ان هي كانت بتتردد عليه، يعني هو الكلام ده انا لسه ما قابلتش المتهم ولسه ما قعدتش معاه، لكن اعتقد ان الكلام ده زي ما قالوا هيقولوه لي برضو، انها كانت بتجيله وبتشاور له وبيشاور لها، وكانت بتروح له وهو بينتهز فرصه ان جوزها مش موجود وكان بيروح لها. الكلام ده اتقال وهو قاله. الكلام ده اتقال، بس هو الجاني هو اللي مطلعه. يعني هو عايز يبرر ان هي كانت بتفرض نفسها عليه وان في علاقه والكلام ده كله، لكن مع تحرياتنا ومفيش كلام خالص من اللي حصل. يا حاتم بيه، هو خنقها ماشي وماتت ماشي، ليه حته ان واحده ميته اجيب المحش اللي احنا بنسميه شرشره عندنا في الحين واخبطها فوق اشوه لها؟ ابقى كل غرضي اشوه الوجه. تعرف تدخل لما واحد بيكون بيحب واحده وهي ترفضه، بيحبها عشان شكلها جميل او عشان شيء طبيعي، بيبقى كل همه ان هو ينتقم ان هو يشوه لها وشها، وده اللي حصل بالظبط. تمام، بس ده برضه يدي مصداقيه. هو موضوع الخبط والضرب في الوش ده بعد الوفاه، بعد الوفاه هو عايز يضيع المعالم بتاعه الجثه. يعني هو قصد ان هو يخبطها ويضيع معالم الجثه عشان لما يرميها في الميه ما حدش يتعرف عليها. بس ده معنى كده ان هو برضه من ضمن الكلام اللي قال ان هو مش غير متزن عقليا، وانه بس تمثيله للجانب بهذه الصوره يبقى ذكي جدا. هو في حاجه كمان اضافه اللي قاله حاتم بيه، هو الدليل على ان هو كان عايز يشوه الجثه ان هو حاول يتخلص منها، ان هي تظهر في مكان تاني ومحدش يعرفها. طب تقول لي كيلو. يعني بعد ما شوه الجثه بدا ينزل معاها الميه، ونزل معاها 10 متر جوه الترعه، جوه ترعه الابراهيميه، على اساس ان هو الميه تاخدها وتظهر في مكان بعيد مع تشويه الجثه محدش يعرف يتعرف عليها. طب ده تنتج، يعني التفكير ده كله ممكن ينتج من واحد غير متزن؟ هو لا، والترتيب والذكاء ده كله. لا، حتى هذه اللحظه هو متزن. حتى هذه اللحظه هو متزن. لحد ما الجهات المختصه تقول ان هو غير متزن. صحيح. بس اللي يرتب قضيه بهذه الصوره منطقيا وعقليا، لا ده شخص ذكي. لا بيفكر طبعا. طبعا بيفكر وبيرتب، يخنق وبعدين يشوه الوش وبعدين يشيلها يرميها في ترعه البراميه عشان الناس الميه تاخدها والناس ما تتعرفش على ملامحها بعد كيلو او اتنين او عشرة. لا ده انسان ذكي جدا. لا بيفكر، ورمى الاداه اللي استخدمها في الترعه. رماها في الترعه. لو هو غير متزن او هو لا ما لقيناهاش. لا رماها في الترعه، والترعه ممكن تجرفها تاخدها. واعترفها، اظن مش محتاج بعد مجرد ما اعترف خلاص. لا اعترف بالواقعة كاملة. وهي المشكلة في القضية دي كان الدافع بتاعها غريب، مجرد ان هي تهزقه. انا قاعد اتكلم مع سيادتك ومع حاتم بيه علشان الاقي دافع. مش لا لا، الدافع من الحاجات الاساسية اللي احنا نمشي وراها كخيط نقدر نوصل للجاني. الدافع في القضية دي كان غريب جدا، ان هو مجرد ان هي اهانته او ان هي شتمته، يعني فتعبنا. هيقتل اللي هاهينه ولا يشتمه عشان في البلد مش هنخلص. والله بشغله 24 ساعة مش هنخلص، عشان ماشي شتمته بس يموتها. ما هو مش كل العقليات زي بعضها. في عقلية تاخد الشتيمة يعرف ياخد حقه بشكل معين. وفي عقلية زي الحالة اللي قدمنا دي تفكيره جابه ان هو يتخلص منها، غير ان هو بقى يعني غير انه يتخلص من الجثة عشان محدش يحس بالذكي. طب انا استاذنك يا حاتم بيه واستاذ احمد بيه، نشوف المتهم ونشوف برضه زوج الضحيه، لان اكيد برضه هيشرح لنا بعض الواقع المخفي علينا. بعد اذنكم ونيجي معاهم لقاء. اتفضل يا فندم.